السلام عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو ان شاء الله رحنا كنتواجدوا بدوار سيدي ميمون نواحي مدينه احفير اقليم مدينه بركان. غادي ندير واحد الجوله ان شاء الله هنايا في دوار سيدي ميمون والدواوير المجاوره، نتعرفوا ونشوفوا كيفاش دايره الاجواء ونتعرفوا على الدواوير هذه. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا خوتي، ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، مع الناس اللي كتعرفوهم، الناس اللي ابناء هذه المنطقه هذه. على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. هذه الاجواء الاخوان هنايا في نواحي ديال سيدي ميمون. اخر مره جيت هنايا كانت الدعوه حمراء، كان كلشي هذه البلاصه هذه كانت حمراء، كانت الشتاء مازال ما صبتش، ودركي الحمد لله سبحان الله العظيم الدعوه ولات مغايره تماما على كي كانت. كانت الدعوه كلشي حمراء، هذه الجهه هذه كانت كلشي حمر، الترابيبان هكذاك حمر، ودرك مع هذه الشتاء هذه الدعوه تخضرت تبارك الله. شوفوا الدعوه كي ولات، شو يعني الفضل ديال الشتاء، ربي عنده كل خير. شو الدواء كاع مخدره تبارك الله، عكس تماما داكشي اللي كنا شفناه في الفيديو اللي كان الفيديو الاول اللي كنت درته من هنايا. هذه واحد الشهرين واقيلا ولا 3 شهور. هذا هو المسجد اللي كاين هنا في عند الضريح هذا يا سيدي ميمون. هذه مدرسة ابتدائية ديال هاد المنطقة هذه، هما التلاميذ كاينين دركي. الاخوان دركي كنا في سيدي ميمون مليح، وهاد الطريق هادي من هنا كتخرجك لطريق وجده بركان. دركي هذا دوار العظامه، غادي ندير واحد الدوره هنايا ان شاء الله في داخل دوار العظامه، نديرو دوره من هنايا شوفوا واش كاين. هذا المسجد ديال الدوار، هنا الكرموس الزيتون، هاد الشجره ديال الكرموس هنايا في واحد الضليضه برودة، ولكن تمشي في الشمس تحرق الله يستر الحرارة. هذا هو المسجد، هذه الشجرة ديال الليم، هاي دايرة حوض مريقلة، هي واحد البرودة تبارك الله، تحس بواحد الفرق كبير. هذه دار هنا انفصل المسجد. الاخوان دركي دخلنا لواحد الجرده تبارك الله، واحد الدار هنايا، وهذاك الشيء رائع صراحه والله الا عجبتني هذه البلاصه هذه. يعني هي كانت دار هنا قديمه وداروا لها يعني الاصلاح، داروا البيت هنايا، والجر الجريده واعره واعره، داك الشيء هائل والله العلي العظيم. شوفوا شوفوا تبارك الله الشجره ديال اللوز، البطاطا، النعناع تبارك الله كي داير، شوفوا شوفوا النعناع كي داير، شوفوا تبارك الله الخير. الشجرة ديال الزفيزف، اللوز عاود، الزفيزف، هذا يمكن حرور لبرانية ولا ما عرفتش، مانيش متأكد. هذه السلاطة، هنا السلاطة، هذه اللوبيا، هذه اللوبيا، هذه يمكن برانية، هذه برانية ياك عمي أحمد، برانية هذه، واه، هذه برانية، وهذه هذه اللي منها واش حرور؟ اللي في الزفيزف من هنا. النقل واه ديال الحرور، الحرور واه. وهذه السلاطة الخير تبارك الله، هنا الدعوة واعرة. هذه البصلة شوف الخير تبارك الله،
وانا كي داير دوا. شوف شوف انا كي داير. نعناع واعر واعر، نقلع واحد المرصو هاكو شمو هاك. يو الريحة ديالو مجهدة تبارك الله. واه وهذا هنا راه طويل، داكشي مرتب. لا تنسى حمي احمد، او هنا التيور يسقي به. هذا الفول او اللوز تبارك الله. شوفوا شحال ديال اللوز كاين هنايا. اللوز شوف تبارك الله، اللوز شحال والد شجرة ديال اللوز. هنا كاين واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، المهم راه واحد العشرة ديال الشجرة ديال اللوز تبارك الله والدين. إن شاء الله خير تبارك الله. بلاصة واعرة واعرة صراحة، والله إلا واعرة. شوف اللوز تبارك الله شحال والد ما شاء الله. الشجرة ديال المزاح، هذا القصبر، هذا الكرافس، هذا المعدنوس، هذا الرمان، هذا القروم، هذا القروم، هذا البطاطا، واش كاين خر، كاين البطاطا. عاود شوف البطاطا تبارك الله كي دايره، مخدومة على حقها طريقة. وداك الشيء غير مكان لا لانكري لا والو، من نوع قال لي عمي الحاج قال لي غير إيب الغبار، داك الشيء طبيعي. الشجرة ديال الكرموس، الكرمة تبارك الله قداش زينة، دايرة دايرة مقسم رجلة. هذه الحبة تولدها كبيرة تبارك الله، ملي كتكون هكذا فيهاش الفروعة بزاف، فيهاش الورقات بزاف، تكون مخيرة. التوا كي دايرة هنايا الشجرة، الشيبة، داكشي هائل هائل صراحة والله إلا داكشي لا واعر. شوف اللوز تبارك الله، اللوز هنا والد بزاف تبارك الله ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك وزيد في ذلك. ان شاء الله خير تبارك الله. وهذا البطاطا عاود، شوف اللوز تبارك الله ما شاء الله. شوف والد ديال بصح ما شاء الله. والله لا الصراحه يعني داكشي مخدوم على حقه وطريقه، ودائما يعني هذه كتكون كي تدخل هكا شي بلاصه وترتاح لها وتكون مخدومه هكذا كتعرف بانما يعني راه فيها التهلو، ما يمكنش غادي تكون زينه هكذا وهي ما متهلينش فيها. يعني هذه راه مقابله ديال بصح. شو اللوز تبارك الله بشحال والد عاود هاد الشجره تبارك الله. خير خير، شوف شحال ديال اللوز تبارك الله. هالشيبة هذه راه خصها تسقى شويه يمكن، ولا راه فات لها التقى ما عرفتش. الاخرى راه شاد راسها مزيان الاخر. شف كلشي كاين تبارك الله. شويه ديال الحوت الخير موجود تبارك الله. السقايه هنايا هالخربة شحال والدها. علاش قلت لكم راه ما يمكنش هادشي يجي غير هكذاك، يعني راه كتكون طاهلو من الحاجه كتلقى طاهلو ربي كيبارك فيها. حقاش داك المجهود ما كيمشيش هباء منثورا، كيتبدل واحد المجهود على شي حاجه المجهود ما كيضيعش. شوف تبارك الله شحال ديال الخروف، الخروف الخروف تبارك الله. شوف تبارك الله شحال ديال الخروف ما شاء الله. شوف الخروف تبارك الله، هنا كاين شجرة ديال الداليا، هذه شجرة ديال البرقوق، هنا كاين البطاطا، وهذه شجرة ديال المشمش. البرقوق راه والدة بصح ما ولدش بزاف، البرقوق عاد راه صغير يعني الشجرة مازال ما وصلتش باش دير واحد الحبة ديال البرقوق. المشمشة بصح راه هو ولد المشمشة، غنوريكم الحب ديالها. ها هو الحب ديال المشمشة، المشمشة ها المشمشة ها المشمشة. المشمشة هذا دوار، دوار العظام، تابع لدوار العظام.
هاد الجهة كاملة يقولوا لها العظامة. هاد المسجد ديال الدوار هو هذا اللي صورت لكم قبيله. طريق وجده راه من هي الطريق اللي خارجه طريق بركان وجده، اللي هي الطريق دوك هاد الوتر غادي لوجده، وجده احفير، ومن هنا يمشيو لبركان، اللي غادي من هنا يمشيو لبركان. شوف الجبهه كي مخضره تبارك الله مقارنة مع شحال هادي. شوف الجبهة كي دايرة، هي يعني المنطقة ديال دور العدامة كاملة. أو الوالي ديال سيدي ميمون هاو كاين ليه، هذه مدينة أحفير. الجو راه شويه مغيم داكشي علاش الصوره ما واضحاش مليح. هذا دوار إجدائي فين كانت تواجدو دركي ملاصق مع دوار العظامة، هذا الدواوير يعني المجاورة ديال العظامة وسيدي ميمون. المنطقة هذه جاي ما بين مدينة بركان ومدينة أحفير. وهادو جبال بن زناس من الشاميخة. بهذا خوتي نكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو ديالنا ديال هذا النهار. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة ديال هذا الفيديو هذا. وقبل ما تخرجوا ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الأصدقاء ديالكم، مع أبناء هاد الدواوير اللي فتنا عليهم وهاد المداشر اللي فتنا عليهم. سيدي ميمون والنواحي ديال سيدي ميمون من العظامة إجدائيين من كاع الدواوير المجاورة. ماذا بكم بارطاجيو معهم هذا الفيديو هذا. شكرا على المشاهدة بالنسبة للناس اللي وصلوا للنهاية ديال الفيديو ديال هذا النهار. بسلامة عليكم، حتى الفيديو آخر إن شاء الله.